السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ هانين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى يكونوا عجبوكم فيديوهاتي اللي حطيت فيهم شي شويه ديال الضحك. مهم، دابا جيتكم بواحد الوصفه صراحه غزاله غزاله بزاف للشعر ومفيده بزاف، اللي هي زريت الكتان. زريت الكتان، يا سلام. هاي من بعد ما انا طيبتها كيف ما كتشوفوا ولات ثقيله، حنا اللي خاصنا هو داك الجال ديالها، هو اللي خاصنا بالنسبه للشعر المجعد، الشعر اللي كيتكسر، الشعر اللي ناشف بزاف. هي ما نحاولوش نديروها في الفروه ديال الراس، غادي نديروها غير في الشعره، وغادي نبقاو الماسي وهذيك الشعره كنهبطوها واحد 5 ديال الدقائق مثلا، ونخليوها واحد 4 ولا 5 سوايع، ومن بعد نغسلو شعرنا. وبغيت نقول لكم واحد القضيه بالنسبه للشعر اللي كيتصبغ، ضروري 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 من حمام الزيوت يكونوا مصنوعين في البيت. الزيوت مهمين للشعر باش كنتهلاو في الشعر ديالنا والزغبه ديالنا ما كتبقاش تكسر. المهم دابا انا غنجيب واحد الشبكه وغادا نصفي فيها هاد الزريعه. انا اللي مهم عندي هو هذاك الجل للشعر، غنديرو نديرو شعري. غادي يهبط هذاك الجل كله، ملي غيهبط هو اللي غناخذ وغنماسي به الشعر ديالي، وانا نكمل هذا ونرجع معاكم باش ما يجيكمش فيديو طويل. مهم كيف ما كتشوفوا، ها هو الجل ديالي من بعد ما خرجته من الصفايه، كيكون بحال كتقيل. دابا غادا شتو كيدير، هذا هو الجل اللي انا بغيت اللي غندير للشعر. غنديروا الخصلات، ما نديروش الفروه، بلا ما ننصحكم ما ديروش الفروه ديال شعركم. مهم ملي تشدوا الخصله غادي ديروا عليها هذا الجل وغادي تماصيوها. ماصيو ماشي ما فيها بس، عطينا لشعرنا واحد 10 دقائق يتماصى مزيان ويبقى واحد شحال ما بغيتو، شحال ما بغيتو، بغيتو ساعه ساعتين، شحال ما بغيتو صافي تخليوه، خليهم طلوق ولا جمعوه اللي بغيتو ديروا لهم. المهم هذا كيدار واحد مره ولا جوج في الاسبوع. وما تنساوش حمام الزيوت. زعما من بعد نشارك معكم حمام الزيوت ديالي اللي كنصايب انا، صراحه غزالين، منها كيتنبت الشعر ومنها كي مغذي يعني للشعر. مهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، هو زرع الكتان، بغينا الجل ديالها واللي هو هذا. كنقول لكم شكرا لكم على التعليق ديالكم الزوينين، وشكرا للناس جداد. الا بغيتوا شي حاجه خليوها لي في التعليق. كنقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله. شكرا، باي باي، مع السلامه.